الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا زهواني جواد يحيى، 14 سنه، من مدينه الحلمة، متكون في مدرسه كومين داتك. اليوم كتبع قديمه لكم مشروع الاردوينو بادوات بسيطه، وهو عباره عن مشروع بور دافيون الذي يستعمله الطائرات والنقود الاقتراع لها والهالات الاسترجاليه. لقد برنامج هو الان اريد ان اقدم لكم برنامج. البرنامج الاول هو عباره عن برنامج جبال، هناك التراسونيك وسيرفو ولاد. عندما يستشعر الالتراسونيك يدور السيرفو 90 درجة ويتوهج اللاد. هذا أما عن البرنامج الثاني فهو برنامج الأماكن. هناك التراسونيك ولاد أزرق ولاد أخضر. عندما لا يكون مكان فارغ أي التراسونيك لا يستشعر، يكون اللاد أخضر متوهجا. وعندما يستشعر الالتراسونيك أي يكون المكان محجوز يشتغل اللاد أزرق. ها وعندما يكون المكان فارغ يعود اللاد الأخضر إلى التوهج. البرنامج الثالث فهو مستشعر الحرائق. يكون مستشعر الحرائق في حالة عادية فلا يستشعر فيتوهج اللاد الأخضر. وعندما يستشعر يتوهج اللاد الأحمر ويرين البصر كما هو موضوع. وعندما لا يستشعر يعود اللاد الأخضر للتوهج من جديد. البرنامج الرابع وهو عبارة عن رادار. الرادار يكون يتكون من السيرفو والالتراسونيك. يدور السيرفو في اتجاه 180 درجة ويدير معه الالتراسونيك ليستشعر الطائرات التي تكون نازلة إلى بورتافيو. ويكون هذا الموقع الذي يظهر أمامكم لاستشعار الطائرات، حيث كلما ابتعدنا فلا يستشعر أكثر، وكلما اقتربنا يستشعر أكثر وأكثر. مع آخر برنامج وهو البرنامج الأماكن، ولكن هذه المرة بالRFID والسيرفو، حيث هذا المكان مكان خاص يستعمله العمال ولا يستطيعون الدخول إليه إلا بالبطاقة الشخصية. فعند تقريب البطاقة الشخصية للRFID يقوم باستشعارها ويفتح لهم الباب مباشرة ويعود ويغلق.